اهلا بيكم فيديو جديد، تطبيق جديد لشحن الرصيد. والتطبيق بتاعنا النهارده هو تطبيق شير، واكيد اول ما هتسمع شير هتعرف ان هو لنقل الملفات مش لشحن الرصيد او ما الى اخره. لكن يا صديقي احب اقول لك ان التطبيق عامل حدث جديد او ايفنت جوه التطبيق بيقول لك ادعي الاصدقاء تمام وهتربح من 100 ل 1000 جنيه. ده الحدث اللي موجود جوه التطبيق. هنتكلم النهارده عن التطبيق ده بالتفصيل او عن الحدث بالتفصيل، لكن قبل ما نروح القصه دي كلها عايزك تنزل تصلي على النبي، تدوس لايك للفيديو، تشترك في القناه، تفعل جرس النبات، تابعني على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام، كل الحاجات دي موجوده في صندوق الوصف. دلوقتي نقول يلا بينا. نسبة 95% ان التطبيق ده عند كل الناس، فكل اللي انت هتعمله هتفتح التطبيق تمام، ولو مش عندك هتلاقي لينك التطبيق تحت الفيديو. المهم يعني بعد ما يفتح معاك هتكون دي الواجهة بتاعتك، بيقول لك ارسال واستلام والملفات وشوية حبكشنات كده. تحت كده هتلاقي في 1000 جنيه تمام لو دوست عليها او لو دوست على علامة الكوينز اللي هي على اليمين فوق دي تمام. هتفتح معاك الواجهه دي وبيقول لك مهام للمبتدئين، تسجيل دخول لاول مره، لو انت اول مره تدخل على حدث يعني فهتدوس اذهب تمام. وتحت كده بيقول لك املا رمز الدعوه هتاخد 160 نقطه. تحت كده هتلاقي في مهام يوميه تمام، شاهد المقاطع الفيديو لكسب العملات، تنظيف ملفات الهاتف وتسجيل الوصول اليومي. لو دوست على اي حاجه منهم تمام هتلاقيه بيقول لك سجل بالفيسبوك او بجوجل وكاتب لك 300,000 عمله معدنيه لما تسجل، يعني ده المفروض. المهم يعني اول ما هتسجل بجوجل او بالفيسبوك، انا بقول لك سجل بجوجل بلاش الفيسبوك تمام، هيبدا ان هو يقول لك افتح تسجيل يعني هو المهام اليوميه ان انت تثبت حضورك كل يوم تمام. فهتبدا تقول له افتح او تدوس اكس على الغلط يعني، هتلاقي عندك الواجهه دي تمام. اول حاجه فوق كده هتلاقيه بيقول لك املا رمز الدعوه هتاخد 160 نقطه تمام، وانا او الشخص اللي انت كاتب الكود بتاعه هياخد 160 نقطه تمام. زي ما هو تحت كده بيقول لك الرمز بتاعك هو اللي تحت ده، زي ما هو ظهر في الشاشه كده ده الرمز بتاعي، انت لو كتبته هتاخد 160 وانا هياخد 160. طب افرض انت ما كتبتوش، مش هتاخد حاجه وانا مش هاخد حاجه، دي الموضوع يعني. طب نفس القصة وانت بتدعي اصدقاء، لو دوست على المهام اليومية تمام هتلاقيه بيقول لك دعوة الاصدقاء والحصول على 100 جنيه فواتير للهاتف، رمز الدعوة هو، فبتدوس عليها تمام، بيبدا ان هو يقول لك كده انت دعيت كام واحد وكسبت كام واحد من الكلام ده كله. الكود بتاعك موجود قدامك اهو، بيقول لك رمز دعوتك هتعمل له كوبي تمام وتبعته لاي حد معاه شير وتخليه يكتب الكود، وتبدا ان انت تجمع الرصيد بتاعك او الكوينز بتاعتك اللي بعد كده هتحولها لفلوس او هتحولها لرصيد تبعته على فودافون اتصالات اورانج اي حاجه يا معلم تمام. ان شاء الله لما نجمع كوينز في التطبيق فهقول لك ازاي تشحن لو انت او لو حد مش عارف يعني، فهنعمل فيديو تاني عن الموضوع. بس كده يا صديقي هي مبالغ مش كبيره، هو حاجه بسيطه شحن الرصيد، فما تتوقعش بحاجات كبيره زي التيك توك ما كان عامل، هي حاجات بسيطه وتقريبا كل البرامج اللي موجوده. في برامج تانية هنطلع ان شاء الله في فيديو تاني او تالت او رابع لبرامج شحن الرصيد وربح الانترنت، برامج عامه يعني. لو انت عندك بقى تطبيق ابلكيشن اي حاجه عايزنا نتكلم عليها سيبها تحت في الكومنتات، هنتكلم عليها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. بس كده واشوفك ان شاء الله في فيديو تاني. سلام.